7 ميكس تي في متواجد معكم اليوم بكنيسة القديس مار نيكولاوس للروم الأرثوذكس لينقلكم الأمسية اللي بتحييها فرقة الكنارة الروحية. تفاصيل أكثر تابعوها معنا. ليلة عيد، ليلة عيد، الليلة ليلة عيد، زيني وناس صوت جراس عم بترن بعيد. ليلة عيد، ليلة عيد، الليلة ليلة عيد، صوت ولادة يا بجداد وبكرة الحب جديد. ليلة عيد، ليلة عيد، الليلة ليلة عيد، زينة وناس صوت جراس عم بترن بعيد. ليلة عيد، ليلة عيد، الليلة ليلة عيد. الحقيقة بنقول لهم تعال وانظر، مو للشعب السوري، بنقول لهم الشعب السوري عم بينظر، بس نقول للعالم كله تعال وانظر، شوف شوف في عنا هون، وهذا مش بعيد عنا ابدا ابدا. صرنا 1400 وكام سنه صرنا عايشين بهالروح بالمحبه ودائما بهالاعياد. وبتعرفوا عنا بسوريا نحن كل اعيادنا ان كان المسيحيه والاسلاميه اعياد وطنيه، هي عطله عند الجميع وكلنا بنعيد مع بعضنا البعض، ودائما بنقول لبعضنا البعض الله يكثر الاعياد حتى تجمعنا، رغم انه عم نجتمع كل يوم تقريبا عم نجتمع بعضنا البعض. نحن اليوم بعد الأمسية اللي سمعناها اللي بالفعل نقلونا لفرحة عيد الميلاد، وبالفعل سبقوا عيد الميلاد لأنه خلوا المسيح يولد اليوم بهالمحبة، بهالأصوات اللي سمعناها وهالشعب الواقف كله بعض وهالمحبة الموجودة. أنا ما رح طول الحديث، بقول الله ينعاد على الجميع بالخير والسلام، وإن شاء الله هالسلام بيعم سوريا أولا والعالم كله، لانه اذا ما في سلام ما في شيء. والحمد لله ان شاء الله هالكام قطعه اللي بسوريا اللي بعد اسا ما عم تعيش حياه السلام وحياه الصلاه وحياه على كافه انواعها، ان شاء الله بيرجع لها كل شيء، وبنرجع كلياتنا وبترجع كل سوريا من شمالها لجنوبها ومن غربها لشرقها تكون كلياتها مثل ما كانت بالاول وحده، وبالعكس راح تكون مثل ما كانت بالاول واحسن كمان. كل عام وانتم سالمين إلى سنين عديدة. رسالنا للشعب السوري ولخارج سوريا، منحب نقول لهم هذه سوريا التي اجتمعت اليوم في هذه الكنيسة. نحن في حي المزة بدمشق، كنيسة القديس نيقولاوس وجامع الإمام علي جنب بعض تماما، ونحن جينا باسم المصلين بجامع الإمام علي لنشارك بعيد الميلاد ولنقول لأحبابنا وأخواننا عيد ميلاد مجيد وينعاد عليكم بالصحة والسلامة والأمن والأمان. جورج حبيبي اشتقدنا لك كتير، جورج ورشا العيلة كلها والياس ابنه وإليتا، اشتقنا لكم كتير وكل عام وانتم بخير. ميلاد مجيد نتمنى سنة الجاي نكون سوا إن شاء الله يا رب. إن شاء الله كل عام وانتم بخير وينعاد عليكم وعلى بلدنا سوريا بالخير والسلام، وإن شاء الله هيك تكون هالأعياد أكيد عم تحمل خير على البلد وعلى كل العالم، وعم نشوف إنه بلدنا إن شاء الله الحمد لله إنه خلص عم تخلص الحرب وكله تمام صار، وينعاد عليكم. اليوم نحن موجودين هلا لحتى نعايد الجميع بأعياد الميلاد ورأس السنة المجيدين، ونحاول جهدنا إنه نحن نقدم شيء من الفرح للناس. رح نقدم مجموعة من التراتيل الميلادية، وكمان رح نقدم مجموعة من الأغاني الميلادية المحببة للناس اللي بيحبوها كبار وصغار. نتمنى أنه نقدر نضيف شيء لمسة على هالعيد الحلو، ودائما منصلي أنه تجي الأيام الجاية تكون أحلى على هالبلد ويكون الفرح بيعم بكل سوريا وعلى كل الناس وبالعالم أجمع إن شاء الله. نحن مشاركتنا اليوم من ضمن فعاليات احتفال شفيع الكنيسة القديس نيقولاوس، تمت دعوتنا بالكورال للمشاركة نحن مبارك كان عنا مشاركة بالقداس، واليوم عنا أمسية مرتلة بهذا الخصوص من قبل الكورال. الحقيقة اليوم مناسبة هي مناسبة جدا مميزة، تميز مناسبة بينبع من تميز الجو اللي بينقله العيد اللي نحن هلأ أشرفنا على أبوابه اللي هو عيد الميلاد. يعني عيد الميلاد بنعرف قيم الفرح والسلام اللي هو بيحملها، ونحن حاولنا انه ننقل هاي القيم وهي المشاعر كمان بأدائنا اليوم. كورال كنارة الروحية الحقيقة هو تتأسس سنة 2015، يعني بأوج الأزمة خلينا نقول، بس نشكر الله يعني أفراده هن
ملتزمين دائما، هن مثل ما بدنا نقول هن النخبة الموسيقية بالشام اللي تعلموا الموسيقى البيزنطية تحت سقف الكنيسة. عدد الكورال حاليا يتراوح بين 70-80 شخص، بالإضافة لكورال الأطفال اللي هو عدده 24 طفل. اليوم رح يكون هو الظهور الأول لكورال الأطفال. أمسيتنا اليوم هي مقسمة لثلاث أقسام. القسم الأول هو مشاركة الأطفال، رح يقدموا مجموعة من الترانيم والتراتيل، بعدين رح يقدم كورال الكبار قطع القسم البيزنطي، قسم التراتيل اللي هي مستوحاة ومأخوذة من خدمة عيد الميلاد. بعدين عنا أغاني وأناشيد ميلادية اللي هي بتنقل هذا الجو الميلادي اللي كلياتنا منحبه. هي مشاركة أكيد مهمة وكويسة بالنسبة لنا، ونتمنى أنه الكل يشاركنا هذا الفرح اللي نحن جايين نشارك فيه كمان. أول شيء بحب أن نقول نحن اليوم عيد كنيستنا، عيد القديس نيقولاوس. نيقولاوس معناه هو الشعب المنتصر، هذا معنى اسمه. فنحن بناء على هالشيء لأنه نحن شعبنا انتصر وهو منتصر، هذا هو تعبير القديس نيقولاوس. نحن اليوم عم نحتفل بعيد الكنيسة، بنفس الوقت عم نستعد لميلاد الرب يسوع المسيح، هل هو رسالة الانتصار على البشرية كلها، رسالة السلام، رسالة المحبة. نحن رسالتنا هي نعلم الناس أنه نحن منتصرين رغم كل الظروف. نحن ما عنا ألم، ما عنا حزن، ما عنا أي شيء إلا سوى الفرح، إلا السعادة والقيامة. كل أعمالنا نحن عم نشوفها والبهجة اللي شفتوها اليوم والترانيم والتماجيد هي كلها تسبيح للرب يسوع، وبنفس الوقت هي تعليم لأن نحن أنه نحن دائما في حياة فرح مستمر، ولح نضل فرحين ورغم كل الآلام اللي تعرضنا لها، لكن نحن أولاد اليوم، نحن بكرة أحسن، السنة هاي لح تكون سنة أجمل وأحسن إن شاء الله. هي رسالتنا. هيك كانت أجواء الأمسية اللي مليانة حب ودفى مثل ما نقلتها لكم كاميرا 7 ميكس تي في. كنت أنا معكم مروى البطة من أمام كنيسة القديس مار نيقولاوس بالمزيك دمشق. أنتم بخير، كل عيد وبلدي بخير، بلدي بخير.